غبرت مهم، كنت ديكلاريت بها واقيلا في اسبريس نيس في اسبور. قلت لهم بديت في الماس وغادي نسالي في الماس وداكشي اللي كان، ساليت مع الماس وقررت باش ندوز لحاجه اخرى. ما مستقرش في المغرب، دابا مستقر في الديار الاسبانيه، ولكن كره في الدم، ما عندها فين، ما عندنا عليها فين، وهي كذلك كانت نفس كره، عشنا بكره ومازال كنعيشوا بكره الحمد لله. ما عندنا عليها لا هرب. السبب بعد الله عز وجل كان راجع للوالد ديالي، بعدا هو اللي دخلني للدومين ديال الكره، وكانت عنده اهداف ماشي رياضيه. المهم كان باغي يبعدني على الوقوف في الدار، وعلى هذا هو الهدف الاول ديالو. ومن طبيعة الحال كيجيو ناس واحد اخرين عاوتاني كانوا مؤطرين سبب في هادشي اللي وصلت ليه اللهم لك الحمد بعد الله عز وجل. ويمكن لي كاع نذكر واحد جوج اسماء اللي ما نكرش الخير ديالهم، اللي هما الحاج محمد تقناوسي اللي الفورماسيون دوزت على يدو كامله، والسي عبد الحق الكتامي الله يشافيه من هذا المنبر هذا، حتى هو كملنا مع الخدمه. ماشي انا عدت اسماء اللي كانوا تخرجوا المغرب فاسي، كان فضل كبير ديال هاد جوج اسماء عليهم. كوب ديمون ديال 2005 ديال هولندا يعني ذكريات لا تنسى. وبطبيعه الحال الا ذكرنا هذا الكوب ديمون نذكروا الماتش ديال الطليان، لان الحمد لله عبد ربي كان تالق فيه بواحد الشكل، ومازال الى يومنا هذا كيتجبد لي فين ما مشيت، لا في المنابر الاعلاميه ولا في الشارع ولا، اللهم لك الحمد. هذه نقطه يعني ايجابيه في حياتي وعمرها غادي تنسى اللهم لك الحمد. اول حاجه ما كانتش ديك الساعه، حنا عامين ديال الخدمه سبقات ديك الكوب دي موند. كنا ديما دي كونسونطراسيون مع فتحي جمال، دي تورنوا داخل المغرب خارج المغرب، يعني مره تيتولار مره لا. ومني وصلنا الكوب دي موند حتى واحد ما كان عارف راسو واش تيتولار ولا لا. حتى الماتش الاول كونتر اسبانيا عرفنا التشكيله اللي غادي تدخل، وبعد عرفنا وإلا جبتي الأغلاط راه داير واحد 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 النقطة ما عمرني نساها ديال السي فتحي جمال، اللي لعبت يعني واحد الدور كبير في التألق ديالي كنظن أنا في ديك كوب دي موند، مر المقابلة ديال إسبانيا كنت درت جوج الأغلاط كانوا سبب مباشر جوج ديال البيوت وخسرنا، ومشينا للوطيل غادي ننزل من الكار، كلشي نزل من الكار، وبقيت انا في الكار طالع لي تم ندير جوج الفلطات الفرقه خسرات. جمال دار لقاني بوحدي جالس في الكار، جا عندي قال لي مالك، ساعات ولا الغلط والخسران وهادي باقي عاقل على هاد اللقطه بحال البارح. ضرب لي عليك شي قال لي نوض قاعد، انت اللي غادي تكاليفينا وانت اللي غادي تتالق في هاد الكوبي بحال هكا. هبطت واحد اخر والحمد لله نزلت المشوار من بعد كيفاش مشى، يعني كنظن مدرب واحد اخر في بلاصتو يمكن كنا نشوفو كاريير اخرى ديال البرقادي. ما نكروش كوب دي موند كوم ميم راه لاعبين كوب دي موند ديال جيرو ما متاحاش لكل شيء وما كيلعبهاش اي واحد، وكتجي مره في العمر في ديك لاج. لعبات دور كبير، مي جيت كانوا دي زوفر، كان سميه ولا كيعرف كل شيء برقادي ما كيعرفو حتى واحد، لعبت بشكل كبير واحد الدور يعني ايجابي في الكارير ديالي اللهم لك الحمد. فتره الرجاء بالنسبه لي انا من واحد الناحيه ما كانت ناجحه، لان كان من الاهداف اللي كنت انا داير في بالي مع الرجاء وداك الشيء يمكن ما وصلت ليهمش، هذه من ناحيه. ولكن من ناحيه اخرى عاوتاني تعلمت بها، تعلمت منها الشيء الكثير، سيرتو يعني خاصه على المستوى الذهني وعلى تحمل الضغط، على لعب فرقه كبيره ماشي هي لعب، يعني بزاف ديال المسائل استفدتهم ومن بعد حسيت بهم. ملي خرجت من الرجاء من بعد عاد استفدت، حسيت بديك الاستفاده اللي استفدت من هذا الفريق الكبير، لان بغينا ولا كرهنا عامين في الرجاء ما معطياش لكل شيء، وضروري ما تخرج من شي حاجه يعني مستفده من ديك. انا قلت لك بالنسبه لي ما نجحتش من ناحيه الاهداف اللي كنت داير في بالي، يعني غادي الرجاء كتقول واخا ديت معاهم بطوله وداك الشيء، ولكن كنت كتقول غادي كاين شامبيونز ليغ، غتلعب شامبيونز ليغ، غادي تالق تمشي لفريق يمكن اوروبي من بعد وداك الشيء. من هذه الناحيه كنظن ما كانتش ناجحه، هذا هو اللي كاين، ولكن كانت ناجحه بحوايج اخرين.
بالنسبه لفريق الام المغرب فاسي كنظن ان العوده الرجوع اللي رجعت في فان كارير ديالي، اللهم لك الحمد ساهمت في الصعود ديال الفريق، وهذا بالنسبه لي انا كنظن احسن انجاز بالنسبه لي انايا في الكارير ديالي. رجع الفريق لبلاصتو الطبيعيه وخليته في بلاصتو الطبيعيه وهدرت الحمد لله من الباب الكبير. كنظن ان داكشي اللي عطاني المغرب فاسي ما عمرني غادي نكرو، فيه تعلمت ابجديات كره القدم، تفورميت، كبرت شخصيتي، يعني ما عمرني غادي ننسى، وكنتمنى نكون رديت ولو القليل لهذا الفريق اللي عطاني الكثير. كاين اللي ماشي كيظلمك، كاين اللي عنده حسابات وشخصيه وما عرفتش كل واحد كيجي يشوفها، وكاين اللي ماشي كيظلمك زعما عن قصد، كيكونوا اختيارات ولا شي حاجه، كنت كتشوف راسك مثلا يمكن انت اللي خصك تلعب ولا، وفي الاخر كيبقى اختيار ديال المدرب، هذه كتحترمه. انا بطبيعتي ملي كنشوف راسي انا ديك الشخصيه ديال المدرب اللي معاه، يعني راه دار قرار وماشي ما مدخلش فيه حسابات اخرى ولا شي حاجه، كنحترم قراره وكنسين نوبتي، ما عنديش مشكل. فين كيولي عندك المشكل هو ملي كتلقى مدرب فين قرار كتشوف هذا. المهم حطات بقى نذكر ما نسالي كاين بعض المدربين الله يهديهم اللي كيدخلوا بين ممكن الحسابات الشخصيه مع التدريب، ولا كاين مدربين اللي جايب لعابه ديالو خصو يلعبوا، تكون احسن منه ولا ماشي احسن منه خصو يلعب لعاب ديالو، هادشي كاين ما نكرهوش. وكاين مدربين اللي لعبت معاه يمكن تقدر يمكن تطحن معاه كاع، والا خصك تلعب غادي تدخل تلعب. وانا هاد النوع ديال المدربين انا عزازين عليا، لان هادشي هو اللي خصو يكون نورمالمون، وكيبقى واحد سوء تفاهم ضروري، حنا بشر وكاين خصني نلعب راه لاعبني ما تعاتبنيش على شي حاجه بعيده على الكور. المنافسه كنظن ديك الوقيته ديالنا فين ما مشيتي كاينه المنافسه شرسه. وانا كنتذكر واحد الموقف ملي كنت غادي نمشي لخريبكا، واحد المدرب المهم كان قال لي لا ما تمشيش خريبكا، راه عندهم فلان وعندهم فلان، انا ديك الحسيمه راه غادي، انا بغيتك في الحسيمه. قلت له علاش الحسيمه ما عندهاش كوال؟ فين ما مشيتي كاين الكوال، فين ما مشيتي كانت المنافسه. ولكن المنافسه كنظن ان الشريزه اللي كانت عندنا في الماس منافسه شريفه، كانوا كوال كبار فقروش كوحة باقي ولا اي طويله، يعني كانت منافسه يعني كبيره. ومن بعد راه فين ما مشيتي كتلقى المنافسه، خدمتك اما كتلعبك اما كتجلسك. على المستوى الوطني كان في قروش، انا كبرت حليت عيني في حراسه المرمى، لقيت مهم قريب ليا حدا كنترين انا وياه في قروش، كيعجبني السيل في قروش، الي بون تخلق تكنيك ما عندوش، تانسبيريت منه الصراحه. وكنوجه ليه التحيه من هذا المنبر ديالكم، صديق ديالي وعزيز عليا، كان قدوه ديالي في المغرب. خارج المغرب كان كاسياس، انا مدريدي كنعلنها من هذا المنبر. وكان عزيز عليا السيل ديال كاسياس، كان عزيز عليا. كاينين كوار واحد اخرين ولكن السيل ديال كاسياس كان عزيز عليا. الدماغ ديال دابا ماشي هو ديال شحال هادي، مع لي زيكسبيريونس كتغلط، ما يمكنش ما تغلطش، تغلط باش تتعلم بيان سور، ماشي ندمت ولكن صححت اخطاء. دابا يمكن شي حوايج دازو عليا من قبل ما يمكنش نعاودهم دابا، ولا غادي نكون ما هوش. درت اغلاط صححتهم، ما نبغيش نطيح فيهم مستقبلا، وصافي. ديزيكسبيريونس كانوا الخايبين والزوينين، والخايبين استفدت منهم والزوينين الحمد لله عليهم. ماشي ديما، ولكن فتره الصغر يمكن هاد القضيه ديال كتبقى كتفرج فيلم وداك الشيء، ولكن منين كتوصل انا ديال كنشكر عليها خالد فهامي اللي كان واحد جوج كلمات كان قال لي ما ديرش شي حاجه دابا اللي تندم عليها من بعد، عيش بروفيسيونيل دابا باش ما تجيكش الصعيبه منين تكبر. وبقيت بقات لي في دماغي هادي. كانوا اغلاط الصغر، الدماغ ديال الصغر ديال 18 17 عام 19 تبقى حاضي في الام ولا هذا، ولكن من بعد صحوا الاغلاط اللهم لك الحمد، ولا لي جان دو في كما خصو يكون وشدي الطريق. كاين مباريات في البطوله، كاين الشامبيونز ليغ، ولكن كاين فينال ديال كوب دي ترون مع خريج اللي ديناها، ولكن كنظن
في كارير ديالي هي اللي غادي تبقى، لان الى يومنا هذا مازال كتجبد ليا الحمد لله. من بعد المباراه ديال ايطاليا اول حاجه بعدا زوني ندير تيست ديال المنشطات، انا ورابح باقي عاقل، وبقينا تما 3 سوايع ونص مور الماتش، حتى ديك الاجواء الاحتفال وداك الشيء ما عشناهوش مور ديك مور ديك المقابله هذه. توصلنا للوطيل لقينا تقريبا كلشي غادي نعاس، كلشي دخلنا تعشينا وصافي. الله ليه عاد عاد كتعيش ديك الفرحه ديال المقابله ديال الطاليان، ملي كتلقى الناس تما في الشارع مغاربه جاليه مغربيه في هولندا راك عارف موجود الحمد لله. عاد كتعيش ديك الفرحه ديال المقابله، عاد حسيت بها حتى الغد ليه. قلت لي ما عرفتش كي داز قينا مع المنشطات. بالنسبه للمخطط دابا انا بديت في لي فورماسيون بعدا الحمد لله، راني غادي فيهم وباغي نبقى في سبيسياليتي انترينور ديال غارديان دو بيوت ان شاء الله. وهاد الكلمه ديال مقصر الا غادي تدخل تقصر ما كاين لا دير حتى شي حاجه، كاين فين تقصر، بغيتي تقصر ميني فوز بغيتي تقصر ضحك ناس، ولكن الا غادي تدخل شي حاجه اللي خصك تعطي فيها وتدخل تقصر ما كاين لاش. انا بالنسبه ليا ولا ما ديرش اهداف ما هادشي اللي غادي ديرو ما كاين لاش تضيع راسك، ما كاين لاش تضيع الوقت وتحمق معك عباد الله، خصك تكونوا اهداف نبيله. بعد انا الهدف ديالي الاول هاد التجربه اللي راه كانت متواضعه ما بغيتش نختزلها عندي، خليها عندي انايا هذاك الشيء اللي شفت التيران وبرا التيران وفي لي ديبلاسمون داك الشيء. بغيت ندوز لهاد الاجيال اللي جايه، هذا هو الهدف الاول ديالي. وبطبيعه الحال الاهداف غدا كتكبر مع تطور المسائل. بعد لا كوب دي موند كانوا عروض بطبيعه الحال، نقول لك الاسماء، كاين كانت نونت نونسي وشارلرو اللي كنت مشيت عندهم جلست معاهم شي 4 شهور وداك الشيء، ومغرب فاسي انا داك ما وصلت حتى شي حل مع ثلاثه د الفرق كاملين. هي في الصيف فاش غادي نتبع ديك الساعات للراجا، هادو هما العروض اللي كانوا. وكنت كنفضل مع احترامي فريق الرجاء، فريق كبير وداك الشيء، ولكن اي واحد كان كيطمح ديك الساعات في هذاك لاج ديال 19 عام يمشي يلعب في اوروبا يطور راسو ويستافد. الناس كانوا سابقيننا في الكره ديك الساعات، ويستافد هو وتستافد منه ليكيب ناسيونال وبزاف ديال الحوايج، ولكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. شويه فين مشاك الله، هذيك الخرجه بعدا واحد كيقول لي خارج شويه هذيك تاكتيكمو هذيك هي الوقفه اللي خصني نوقف، ولكن دوليا زال كان مريقل، كان عاطي بالظهر اول حاجه كيعطيني انا بالظهر، يعني ما كتوقعوش غادي يدير ديك اللقطه، كان ذكي والحمد لله ما كانش حتى الظهر، قص كره ودروس في البرا وجات عند فيدو زان وتماركاس. الديربي كان كيتعاش شنقول لك سيمانه بعد قبل من الديربي كتعيش شنقول لك واحد البريسيون خيالي، لا من هالطرف لا من هالطرف، الجمهور ديال الفريق اخر الوداد ولا الجمهور ديالك يعني كيطالبوك بالربح وكذا، الجمهور ديال الوداد الا مشيتي خرجتي شي قنص ولا شي حاجه وصادفك عاوتاني راك عارف كيبغي يركب فيك مع شويه ديال الرعب وديال كانت طقوس خاصه. كنظن انا نوعا ما افتقدنا هادشي في الديربيات نوعا ما، كنشوفوا شغف جماهيري كبير، كنشوفوا في المدرجات يعني احتفاليات كبيره، ولكن يمكن سيمانه قبل بالدير ما بقيتش كان هاد الاجواء، يمكن ما بقيتش كنشوفها انايا مؤخرا وما عرفتش، يمكن نكون غلط. بالنسبه للمنتخب الوطني في كوب دافريك كنظن ان دابا طلعنا لا بار، دابا حنايا ملي كتهضر على كاتريام ديال كوب دي موند ما سموح لكش عاوتاني، وهذا هو اصعب شيء في اي دومين وفي كره القدم بالخصوص، يعني باش توصل لواحد المستوى مزيان ولكن باش تحافظ عليه هو اللي صعيب. مفروض علينا يعني نهضروا على المغرب مرشح اللقب بغينا ولا كرهنا، ما يمكنش من كاتريام ديال كوب دي موند تجي تقول لي انا لاعب غير باش ندوز للويتيام ولا ندوز له. وكنظن ان عندنا كاع الامكانيات لا البشريه ولا اللوجستيكيه ولا الماديه ولا باش نحققوا هذه المراد هذا اللي غاب علينا سنين طويله توحشناه. الاسباب كنظن بالنسبه لي انا اللي خلت المنتخب المغربي ما يوصلش لهذا المراد هذا ديال زعما نديو كوب دافريك باش تاخذ اي لقب، لا على المستوى يعني فريق ولا على المستوى ديال ليكيب ناسيونال. بالنسبه لي انا خاصها توفر كاع الشروط، خاص تكون عندك ديريجون مزيان، مدرب كفء، جروب، ملي كنهضر على جروب كنهضر على شي ايكيب، يمكن لك دير ايكيب فيها لعابه مزيانين
وتكنيك مو مزيان تاكسيك مو، ولكن ما عندكش جروب، يعني خص يكون عندك جروب وعاد ايكيب. منين كيتوفر هادشي كامل كنظن انك تسهل نوعا ما المأمورية باش توصل للمبتغى، الا غير واحد حاجه من هاد الحوايج هادي كانت ناقصه ما عمرك توصل للاهداف المسطحه. شكرا اول شيء على الاستضافه، تبارك الله عليكم وعليكم بالخير، وتحيه للجمهور المغربي كافه وجمهور ديال برقادي خاصه، وتحيه للعائله الصغيره والكبيره ديالي.